السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة أمينة المعروفية. كيف ما كتشوفوا هذا المنظر ديال من ديال العربية العربية ديالي، لأن دائما تنقول أنا معروفية وكنعتز ببلادي المعارف. صراحة البلاد دائما البلاد ما تيبقى يجي ليها وكتفكر مرة أنا عزيزة علي العربية ديالنا هي هادي. هنا عندنا داك الدرك اللي ملس، واخا الدرك كله مات مسكين، هذاك المرض اللي جا الدرك. كما كتشوفوا هاد الدرك الملس واخا هكاك داروا ليه واحد الضو وما بقاش فيه داك المرض. كيدير واحد الكرموس زوين من الداخل، ما فيهش عظم بزاف، وداك الكرموس حجري اللون ديالو عرفتي بحال الباربه من الداخل. وهو يا هاد الدرك ما فيهش كيف ما كتشوفوا، يعني ما فيهش الضربان، ما فيهش الشوك ملس سبحان الله. هاد الدرك هذا هو اللي بقى، اما الدرك الاخر مسكين كله مات ما بقاش. ايوا هذه هي العربيه. نجينا كنت درت واحد الفيديو عليها، كان كل شيء خضر سبحان الله، كل وقت وقت، ودابا كل شيء كارم الا الزيتون هاد الدرك والكرم. الكرم الكرموس ديال العربيه، الكرموس طبيعي زوين كيف ما كتشوفوا. ها الكرموس تبارك الله، الكرموسه كلها مشرطه، الله على منظر شحال زوين. يعني الكرموسه كلها مشرطه هكا منتفعه، وغادي ناكلها. ما شهيتكم فيها صراحه. يعني هو الكرموس ما بقاش دابا، حيت هذا تقريبا شهر 8 تيكون موجود، ولكن هذا شهر 9 كيبقى هذا الكرموس، هذا البيض هذا كيبقى مأخر. مازال ان شاء الله غادي نلقط، هذه على البدايه ديال الفيديو. غادي ندور في الكرم كامل ونلق ونجمع الكرموس ديك الساعه ان شاء الله، بشويه بشويه تنجمع شي حاجه وغادي نوريكم الكرموس كيفاش داير. كاين واحد الكرموس واحد اخر عندنا مزوق، فيه الخضر وفيه الصفر، هذاك مازال مشيت للشجره ديالو، تنسميو حنا المزوق، تنقولو ليه مزوق. هذا هو الكرموس المزوق اللي قلت لكم في الاول، كيكون فيه خط خضر وخط شويه بيض. دابا حيت الاخر ديال الكرموس عرفتي ما بقاش كيكون في الاول، تيكون ناقص هذاك الزوق اللي كيكون فيه مع الشمس، ما تيبانش مزيان. سبحان الله شوف كيف دايره، هذه مزياناش ما خديتهاش. مع دابا الاخر الكرموس ما بقاش بزاف، كله الكرموس ما بقاش، جيت معطله. ولكن الكرموس الكحل مازال كاين شويه كاين. انا رجعت معكم المتتبعين ديالي، صراحه واحد الجو زوين في العربيه، ما نقولش لكم كيفاش داير. والشمس دابا بدات كتسخن. انا جمعت الكرموس كامل، ولكن انا عجبني هذا المنظر ديال الرمانه تبارك الله، هذه الرمانه اللي زوينه بزاف. يا دي انا خدت منها جوج رمانات صافي، ما خديتش بزاف، ولكن فيها في الشجره تبارك الله فيها بزاف، واحد جوج ديال الصفرجلات هادو لقيتهم زوينين من ضاربهم الشمس مزيانين. هاد الصفرج اللي كيكون فحال هكا بلدي تيكون حلو بزاف وزوين. والكرموس اللي انا جمعت، هذا هو الكرموس اللي انا جمعت اليوم، صراحه جيت معطله، ولكن الحمد لله جمعت بزاف ديال الكرموس. هذا راه كلشي غياكل منه. كرموس زوين ديال البلاد البلدي، هذا هو الكرموس الكحل تنقولو حنا، الكرموس الشتوي هذا تنسميوه كرموس الشتوي. الكرموس الابيض هذا هو اللي كيكون اخر كيف ما قلت لكم، كيبقى مأخر بزاف في الاخر ديال 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 كيبقى حتى الاخر ديال شهر 10 كيبقى هذا الكرموس.
بيض تبارك الله، طايب كله طايب، الكحل حتى هو، ولكن راه يديه كلشي عامر بالحليب ديال الكرموس، ولكن ماشي مشكل، الماء كيحيد كلشي. واخا الشمس ما كيبانش ليا صراحه مزيان، ما عرفتش واش كيسجل ليا مزيان ولا لا. شبعه ديال الكرموس كيف ما كنقولوا، درت عليها حتى جمعتها كامله، واخا مابقاش فيه ولكن حاولت نجمع من هنا ومن هنا ومن هنا تجمعتها. ايوا هذا هو الفيديو اللي درت اليوم في العربيه معاكم، في العربيه ديالي اللي كما قلت لكم المعارف، بلاد المعارف ديالنا. هذا الفيديو انا كنقدمه لكم كاملين، وكنتمناكم بحال هكا اللي عنده العربيه علاش ما يخرجش ويفوز شويه ويدي الوليدات ويتعرفوا على البلاد ديالهم وعلى العائلات ديالهم. انا كنرحب كاع بالناس اللي تنضموا للقناه ديالي، كنرحب بهم بزاف، ولي اول مره كيشوف الفيديو ديالي يتابعونا معايا وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.